وحش بلا اسم، تأليف أوروسا ناوكي. كان يا مكان في بلاد بعيدة، عاش وحش بلا اسم. لم يحتمل الوحش توقه للحصول على اسم، لذلك خرج الوحش في رحلة للعثور على اسم لنفسه. لكن العالم كان واسعا جدا، فانقسم الوحش لاثنين: وحش ذهب للشرق والآخر للغرب. الوحش الذي ذهب للشرق وجد قرية. في مدخل القرية كان يعيش السيد الحداد. سيد حداد، أرجوك امنحني اسمك، قال الوحش. لا أستطيع أن أمنحك اسمي، مقابل منح اسمك سوف أقفز لداخلك وأجعلك أقوى. حقا؟ إن جعلتني أقوى سوف أمنحك اسمي. قفز الوحش لداخل الحداد. هكذا أصبح الوحش أوتو الحداد. أوتو الحداد كان أقوى شخص في القرية. لكن في يوم ما قال الحداد: انظروا إلي، انظروا إلي، الوحش في داخلي أصبح بهذه الضخامة. ناس ناس، مضغ مضغ، طحن طحن، بلع. الوحش الجائع أكل أوتو الحداد من الداخل للخارج. وهكذا عاد الوحش بلا اسم. تاليا ذهب الوحش إلى هانس الإسكافي. مع ذلك نهش نهش، مضغ مضغ، طحن طحن، بلع. مرة أخرى عاد الوحش بلا اسم. بعد ذلك صار توماس الصياد، لكن عاجلا نهش نهش، مضغ مضغ، طحن طحن، بلع. ومرة أخرى عاد الوحش بلا اسم. ذهب الوحش إلى القلعة باحثا عن اسم رائع. في القلعة قابل الوحش صبيا مريضا بشدة، فقال الوحش للصبي: إن منحتني اسمك سوف أقفز لداخلك وأجعلك أقوى. رد الصبي: إذا أعدت إلي عافيتي وجعلتني قويا سأمنحك اسمي. قفز الوحش مباشرة لداخل الصبي. عادت عافية الصبي. ابتعد الملك وأعلن: الأمير معافى، الأمير قوي. أصبح الوحش مولعا باسم الصبي، وكان سعيدا بحياته الملكية في القلعة. وعلى الرغم من الجوع المتزايد كبح الوحش شهيته وبقي داخل الصبي. في النهاية لم يستطع الوحش كبت جوعه أكثر. انظروا إلي، انظروا إلي، الوحش في داخلي أصبح بهذه الضخامة. التهم الصبي والده وكل الخدم. نهش نهش، مضغ مضغ، طحن طحن، بلع. أصبحت القلعة فارغة، فذهب الصبي في رحلة. مشى ومشى لأيام، وفي يوم ما قابل الصبي الوحش الذي ذهب إلى الغرب. لدي اسم، قال الولد، وهو اسم مذهل، لكن الوحش الذي ذهب إلى الغرب أجاب: من الذي يحتاج إلى اسم؟ أنا سعيد جدا بدون اسم.
على كل حال هذا ما نحن عليه، وحوش مجهولة بدون أسماء. التهم الصبي الوحش الذي ذهب إلى الغرب. على الرغم من حصول الوحش على اسم، لكن لم يتبقى أي شخص ليدعوه به. يا للأسف، لأن يوهان كان اسما رائعا. النهاية.